طيب، أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني أنه تقرر بشكل رسمي إلغاء ودية منتخب مصر مع الإمارات المقرر لها يوم 20، كانت هتبقى في الإمارات، هي مباراة طبعا ودية. وقال إيهاب لهيطة أن الساعات الماضية شهدت عدم اتفاق بين الشركة الراعي برزنتيشن، راعي اتحاد الكرة، مع الاتحاد الإماراتي حول الحقوق الخاصة بالمباراة الودية، وأضاف أنه من الصعب مشاركة لعيبة الأهلي، لأن الأهلي هيلعب مباراة مع الوصل الإماراتي يوم 22، فبالتالي هتلعب ب 20 وهتلعب 22. وعايز اقول لكم سر، يعني وليد سليمان كان رايح المنتخب، لكن حسابات يعني الجهاز الفني للمنتخب ان المباراه الاولى اللي هتجمع ما بين مصر وتونس صلاح طبعا محدش يقدر يقعده، وبالتالي الحاله الفنيه اللي فيها وليد سليمان في الفتره الحاليه تقول ان هو ما ينفعش برضه هو كمان يقعد احتياطي في الحاله الفنيه اللي هو فيها. فكان في اقتراح فني ان وليد سليمان يعني يتم استدعائه بعد مباراه تونس ويلعب مباراة الإمارات، وبعد كده صلاح مش هيبقى موجود وعاد العناصر غير وليد سليمان كمان. لكن واضح ان يعني حظ وليد سليمان وحظ عمرو السولية، مش عارف ايه حكايته مع المنتخب الحقيقة، مع انه برضه كان بادئ مع كابتن شوقي غريب لو تتذكروا كده كان ماشي كويس جدا، لكن يعني حظه وحش مع المنتخب الأول المصري تحديدا. يعني كل ما يبقى فيه تم استدعاء لعمرو السولية بتحصل حاجة يعني. لكن شهر الرحمن اللي جاي يبقى أكتر لعمرو السولية، وهو واحد من الناس الهائلة جدا جدا في شخصياتها وتفكيرها، وتأثر به الأهلي حتى في خروجه في مباراة الترجي التونسي، خرج والنتيجة كانت 2-0، فعمل طبعا يعني لخبط الراجل، ممكن الراجل يكون حاطط في دماغه تغييرة تالتة هجومية، لكن في النهاية هو ده اللي حصل مع عمرو السولية. وليد سليمان كان رايح المنتخب وتحديدا في مباراة الإمارات، لكن جت إلغاء مباراة الودية ما بين مصر والإمارات حالة دون استدعاء وليد سليمان. طيب، هل ده هيخلي فرصة تجمع لعيبة النادي الأهلي أحسن؟ أحسن إن أنت يبقى عندك لعيبتك معاك في الفترة اللي أنت فيها، التجمع يبقى كامل، اللعيبة كلها موجودة، اللعيبة كلها مستمرة في التمرين، عشان يبقى فيه دايما الجماعية موجودة، حالة اللعيبة الكبيرة ودور اللعيبة الكبيرة بيجي في الوقت ده، دور اللعيبة الكبيرة اللي أنا أثق فيهم تماما زي ما بثق إن أنا بكلم حضراتكم، إن هم اللي هيبقى لهم دور كبير قوي، وده من قديم الأزل، اللعيبة الكبيرة دايما بتعمل كده. طيب، معايا على التليفون يعني تليفون مهم جدا جدا جدا، خلينا ناخده ونطمن عليه طبعا الأول. معايا على التليفون كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمتواجد حاليا في ألمانيا، خلينا نسلم عليه. كابتن محمود مساء الخير. أنا كابتن كحيل ازي حضرتك؟ طمنا عليك الاول يا كابتن في رحله العلاج في المانيا. انا الحمد لله ان شاء الله عندي معاد بكره مع دكتور هانوفر في المانيا، احتمال اقعد يومين بس، او يعني محاوله ان انا اقعد يومين وارجع لما اكون موجود الفتره الجايه. كنت بحاول الحقيقه ان انا ارجع مع الفريق، ولكن لقيت ان كلمت الدكتور عشان ااجل بس الميعاد، فكان دي ثالث مره ااجل فيها الميعاد. كان الظروف هتبقى صعبه، مش هيكون موجود نص شهر تقريبا، فقلت لا خلاص اخلص اسمع بس رؤيته، لكن لو في اي حاجه عايز اعملها هقدمها دلوقتي، بس اسمع جاي في الفتره الحاليه بس اكون قادر، يعني قادر ان انا امشي علاج معين لغايه ما ارجع له تاني اذا كان الامر يعني يتطلب ذلك. بس الحمد لله الامور مستقره، الحمد لله يعني الدكتور بمطمن حضرتك، الدكتور يعني انا لسه اقول لك هشوف الدكتور بكره ان شاء الله يسعدك، بكره هقول له الحس كله او يعني القصه كلها، لان هو انا عملت من 4 شهور عملت عمليه في المانيا والالم ابتدى يرجع تاني، انا كنت عايز افهم بس الموضوع عشان كده وصلت حقن في مصر الحقيقه الفتره اللي فاتت، فعايز بس اكون ماشي في السكه السليمه يعني. الالم لسه موجود، ولكن لازم اسمعه بقى بكره ان شاء الله هو رايي. طيب، ألف سلامة، ترجع لنا بألف سلامة يا كابتن محمود. طبعا يهمنا جدا كل مصر بمختلف ميولها، أهلاوي وزملكاوي وكل مصر على وجه أرض مصر أو خارج مصر طبعا. تحياتي لكل السادة المشاهدين وكل الناس في مصر. طيب، كلهم عايزين يطمنوا عليك. طب كابتن محمود، عندي استفسار قبل ما أخش في بعض الأشياء أو النقاط اللي الناس كلها مستنيها تسمعها من حضرتك، لكن عندي استفسار محيرني أنا شخصيا. يمكن المباراة بعد المباراة الثانية طبيعي جدا حاله الحزن او حاله الزعل اللي موجود عند الناس بفقدان لقب افريقي، يعني النادي الاهلي كان قريب جدا منه، لكن حضرتك يمكن انا ما اتكلمتش مع حضرتك خالص في الاسبوع اللي فات، بس حتى بعد المباراه الاولى
او اثناء المباراه الاولى رغم انتصارنا 3-1 كان عند حضرتك او على حضرتك ملامح حزن واحنا شايفين حضرتك في التلفزيون او الكاميرا، يعني ليه كانت ملامح حزن مش بعد اللقاء ده كمان حتى في اللقاء الاول يا كابتن محمود؟ شوف يا كابتن، هي يمكن بس عايز ابتدي بيها تاني بدايه كده، يعني عايز اقول حاجه مهمه ان من يبتدي في النادي الحمراء بيلبس الفانيلا الحمراء او بيشتغل داخل النادي الاهلي اي قطاع فن او اداري لازم يتمتع بشخصيه الاهلي، شخصيه البطل. انا حقيقه مقدر جدا مشاعر الجماهير ولازم كلنا نتقبل ده، لازم يعني لازم ناس ياما صنعوا امجاد وياما صنعوا نجوم لازم لما يكونوا حزنانين او يكونوا غضبانين لازم احنا نتقبل ده، وانا مقدر جدا جدا مشاعر ده، ويوم حزين للنادي الاهلي أو الأهلي. وكمان يوم حزين جدا ليا أنا شخصيا. وبعتبره من الأيام الحزينة اللي مرت عليا في حياتي. وعزائي بس هنا النادي الأهلي الأول أفريقيا. النادي الأهلي يمكن يكون من فرق قليلة جدا 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 في العالم انكساراتهم قليلة. انكسارات يعني بتحصل في بعض الانديه العالميه الكبيره جدا ومنها النادي الاهلي. طيب انكسارات قليله الحمد لله رب العالمين. بس خليني كمان اقول لك في سؤالك يعني او تحيرك يعني اني كنت قلقان جدا وقلقان جدا. انا ما تعودتش افرح قبل الفرح ما يتم. خليني اقول لك برضه رسائل انا عايز اقول نصيحه اقولها للناس للمستقبل. ليه قلقي؟ كلام جدا قبل المباراه لان حسيت ان الجميع هي الجميع بلا استثناء عاشوا الفرحه قبل حدوثها. ده شيء بالنسبه لي انا بيخوف، شيء بيخوف. الناس بتتكلم وكل الناس مش عارف طيارات طالعه وطيارات نازله وناس طالعه كل الناس ده طبيعي جدا اتنقل بقت مشاعر موجوده في وفرت طبعا للناس كلها انك انت او حتى وسط اللعيبه اكيد ان انا كسبان قبل ما العب ده مش صح. لما يسافر الحكم ولما تحقق حاجه تفرح. ده اللي انا حقيقه عايز اكون ده المستقبل اللي جايه. طيب كابتن محمود، يمكن حضرتك شرحت وانا واحنا بنتفرج على اللقاء الاول حضرتك كنت متخوف من الحاله اللي هي انتشرت بعد اللقاء، ويعني رغم الفوز بثلاث اهداف لكن باحساسك انت كنت متفوق من انفراد في الفرحه وعدم، يمكن التاريخ اللي ما بيننا وما بين الترجي خلى الناس تبقى متخيله ان الموضوع انتهى من برج العرب. انت شايف انا يمكن برضه الحقيقه في ناس كتير كلموني ان انت يا كابتن ليه مش فرحان ابعد المباراه الاولى بتاعتي. انا عشان فاهم الموضوع شويه فانا الحقيقه فرحتي داخليه ما كنتش قادر اقوم بالفرحه ديت لان انا عارف ان انت في القافله. ولازم كنت عايز اصدر للناس العاملين كلهم وانا تاني يوم على فكره رحت بنت العاملين تاني يوم على طول قلت لهم الحكايه صعبه. انا مش عايز طبعا اقول ان انا قلت لهم في الاوضه لكن انا رحت قلت لهم خلي بالكم ده كذا. وهيكون في نوع من انواع الاستفزاز ويعني حاجات انا اتكلمت معاهم كتير. فانا كنت قلقان ما اعرفش يعني اكذب عليك انا كنت قلقان. يعني قلق حضرتك كان جاي كمان من المباراه الاولى مش من المباراه الثانيه او المباراه الاولى. انت بتتكلم عن تاريخ سيد. انا عايز اقول لك حاجه، احنا مره كنا بنلعب نهائي افريقيا اول بطوله افريقيه النادي الاهلي سنه 82 عايز اول بطوله افريقيه للنادي. احنا كنا كسبانين كتوكو 3-0 صحيح. دخلنا اوضه البيت انا مين؟ عارفين الفرقه قدامنا فرقه كبيره جدا صحيح. رحنا هناك من القلق ده رحنا هناك ايه بقى 1-1 لما خدنا البطوله بقى رحنا. وكلنا كنا طبعا عايزين يعني لما خدنا البطوله. مظبوط. طيب كابتن محمود احنا بس ما كانش انا احنا دي بتكلم مش لعيبه بتكلم احنا يعني مسؤولين ولاعبين وجماهير لما البطوله بقى خدنا احنا خلاص نفرح. طيب انا برضو مش هوصل للمباراه الثانيه، انا عندي حتى بعد المباراه الاولى يعني بعد المباراه الاولى والقرارات اللي هي فيها حاجات غريبه شويه من الاتحاد الافريقي منها مثلا على سبيل المثال ايقاف وليد ازارو مباراتين، البيان اللي طلع قبلها قبل المباراه ب 24 ساعه واللي فيه بعض التلميحات او مش بعض التلميحات تصريحات رايحه في هجوم على المدرب، الناس كانت مستنيه قرارات معلنه
من إدارة النادي الأهلي؟ يعني هل كان في حاجة ولا ادينا الطريقة يا كابتن محمود؟ أنا لازم أقول لك حاجة مهمة، إن سياسة الآن على مر التاريخ هي عدم التفاوض على الأحداث إلا بعد دراسة اتخاذ القرار. النادي الأهلي ما تعودش أبدا إنه يطلع ويرد على المحاضرات، النادي الأهلي مش هننزله إنه يرد على المحاضرات. النادي الأهلي ده هو كيان مختلف. ممكن إحنا نعمل، ولكن احنا كان عندنا يعني تقدير لكل كابتن محمود استاذن حضرتك. نعم. واضح ان الصوت وحش، يعني مش واصل لنا بالشكل المطلوب. لو اخواتنا في الاعداد بقى يبقى في اتصال، لان دي مكالمه في منتهى الاهميه، مكالمه فانا اسف يعني هنقطع الخط، لكن نرجع نتصل تاني لان الصوت واضح ان هو مش واصل بشكل كبير قوي، وانا كمان مش سامعه، انا يكاد اسمعه بصعوبه شديده جدا. طيب، مهم جدا المكالمه، مهم جدا جدا ان احنا نعرف بعض الحاجات. في جماهير كل مصر وجماهير الاهلاويه بتحديدا بعد المباراه الاولى كانت مستنيه قرارات معلنه او في حاجات معلنه. ده السؤال اللي سالته وطرحته على كابتن محمود، لكن انا ما كنت سامع اجابه كابتن محمود، وبالتالي فلو بعض الحاجات اللي عايز اتكلم فيها وما اعرفش الصوت خارجيا واصل ولا لا، قولوا لي برضو هل الصوت بتاع كابتن محمود واصل بشكل كويس ولا لا يا جماعه. واصل؟ طيب كابتن محمود معانا؟ طيب، دي مهمة جدا المكالمة ديت، مهمة قوي، واعتقد ان مصر كلها مستنياها ومصر كلها منتظراها، وتحديدا كل الجماهير الاهلاوية في الوقت الحالي بعد المباراة الاولى اللي لما سألت كابتن محمود حتى ملامحك وانت بتتفرج على اللقاء رغم الفوز بثلاث اهداف، قال ان هو باحساسه كلاعب كرة ومواقف كثيرة اتعرض ليها النادي الاهلي في فترة من الفترات، واستشهد بمثال مع كوتوكو لما الاهلي لعب قدام كوتوكو في 82 وكنا كسبانين 3-0، ومع ذلك كان في تجميعه للفرقه على طول، لان المباراه الثانيه هتبقى صعبه. فباحساس لاعب الكوره وباحساس خبرات السنين قال ان المباراه الثانيه كانت هتبقى صعبه، فبالتالي حب حتى يبقى يقول للعيبه كده زي ما قال، وقال ان هو ما بيقعدش مع اللعيبه كتير، لكن حب ينقل لهم احساسه ده. وكان استفسارنا ليه ملامح الحزن رغم الفوز، قال ان هو ما اتعودش ان هو يفرح قبل الفرح، و سعادته تبقى مبالغ فيها، فكان عنده بعض التخوف من اللقاء الثاني. وقال كمان ان على مدار السنين بتبقى في لعيبه شخصيه الاهلي. طيب، رجع لنا كابتن محمود. اتفضل يا كابتن محمود، كنت بسال حضرتك بعد المباراه الاولى وقرارات الاتحاد الافريقي وايقاف ازارو مباراتين وبيان الاتحاد الافريقي، هل كان في قرارات معلنه، او الناس بتسال ليه ما كانش في قرارات معلنه يا كابتن محمود؟ تمام كده، احنا يمكن انت عارف طبعا تخطيط النادي الاهلي وعارف الكلام ده. سياسه النادي الاهلي على مر التاريخ عدم التفاعل مع الاحداث بسرعه الا بعد الدراسه الاتخاذ، يعني ندرس كويس الامر ايه عشان تاخد قرار ده. النادي الاهلي ما بيخشش في معطرات، ما بيخشش ان الاهلي ليه مستوى معين، ما ينفعش ينزل في معطرات حد يسيء النادي وبتاع تخش انت بقى ترد وتبقى في مسيئه، ده ما بيحصلش في النادي. لكن تدرس الموضوع كويس وتاخذ الاجراءات اللي ممكن من خلالها تحافظ على هو النادي. تمام. النادي الاهلي يمكن هنا في الموضوع الحراك كله دوت دلوقتي ان الناس كانت يعني مستنينا مواقف معلنه. الاعلان ده كان ممكن يسبب لنا سوء، يعني كان في شيء واضح جدا الاحتقان اللي موجود. لكن عشان كده احنا فعلا قمنا بعملنا خطاب للاتحاد الافريقي بعد على طول قرار الاتحاد الافريقي بعد اصدار بعض القرارات، يعني عملنا جواب يعني رد على طول ده تم ووصل عن طريق الاتحاد المصري. ولكن ده مش هيمنع حاجه. يعني الحقيقه ان اي يعني ده عايز اضيف حته مهمه، ان هيتم محاسبه اي شخص يتصرف يعني يتصرف او تصرف أو يعني عمل أمر لا يتناسب مع وجوده داخل النادي. تمام. شيء مهم جدا، أنا مش هشوف غلط وأسيبه. تمام. ده اللي إحنا اتعلمناه جوه النادي. وكمان برضه يا سيدي خلي بالك إن إحنا قمنا بدورنا. دورنا في إيه بقى؟ دورنا اللي هو غير معلن. ليه غير معلن؟ عشان ده أنا هقوله دلوقتي دي. التواصل مع بعض الأجهزة المسؤولة كويس بكيفية الحفاظ على التأمين المناسب للفريق وللجماهير. وللجماهير. ما ينفعش يعني يمكن الحقيقة زي يمكن سلامة أي واحد من جمهورنا أهم عندي من أي حاجة تانية. تمام. الحقيقة كنت حاطط برضه قدام عينيا
الاحتقان اللي اتوجد يعني بين الجمهورين المصري او الجمهور المصري والجمهور التركي. فده كان شيء مهم جدا، كنت لازم احافظ على ده، لان لو كنا اعلنا دوت كان ممكن قوي يحصل الاحتقان ده يزيد، وده شيء انا شايفه انه مش ممكن. طيب كابتن محمود، يمكن القائمة الإفريقية اللي فاتت تحديدا، وأنا بفتح قلبي مع حضرتك وحضرتك كمان هتوضح حاجات مهمة جدا إن الناس تسمعها، يمكن القائمة الإفريقية كان فيها بعض الظروف اللي الناس مش واخدة بالها منها شوية، يعني مثلا على سبيل المثال كان في 3 أماكن أو 4 أماكن على ما أتذكر، فالقائمة بدأت في شهر يناير واستمرت لحد شهر 5 مع إصابة رامي ربيعة مثلا، مع يعني حتمية التعاقد مع مدافع، كان بعض التدعيمات رايحة في اتجاهات مراكز يعني شاغرة أو مهمة جدا إن احنا نحطها في الفترة ديت وعدد قليل، لكن القائمة اللي جاية في عدد بطولات كتير جاية، بطولة أفريقية يعني يوم 15 اللي جاي هتبقى فيها اتساع شويه يا كابتن محمود ما بين القائمه اللي فاتت والقائمه دي يا كابتن محمود. شوف طبعا ده كانت ده كلام حقيقي، لانك انت استلمت العمل بقائمه فيها اماكن 3 أو 4 أماكن فقط، واعتقد دخل فيها سليم كرداني، ودخل فيها ناصر ماهر، ودخل فيها اكرم توفيق ومؤمن اعتقد كده. تمام مظبوط. بقول لك ال4 أماكن اللي كانوا موجودين. لكن انت مقيد ب 26 اسم انت واخدهم في 20 بالموسم السابق، كويس؟ لازم تكمل بيه. وده يعني شيء كان ما عندكش الفرصه انك تغير. ده مش ده شيء بعيد عن يعني، ده طبعا شيء حقيقي واقعي وده لازم. لكن انا مش عاوز بس اتكلم على الموضوع القائم، لكن هتكلم معاها دلوقتي في ظل بعض الرؤى ليا انا اخذتها دلوقتي. انا مثلا خدت بعض القرارات الفتره القادمه. وعشان نبتدي صح، انا طلبت الحقيقه تقارير كامله فنيه واداريه وطبيه، الطلبات اللي عندك عايز اعرف ايه الموضوع. كمان يا سيد على فكره انا مش كنتش يعني، انا كنت برضو هطلب التقارير دي او نفس التقارير دي كنت هطلبها حتى لو كسبنا البطوله، حتى لو كسبنا اللقب، حتى لو كان ايوه. ليه؟ لان انا كنت شايف امور لازم تتصلح، وكان صعب معالجه الامور دي اثناء المباريات او اثناء التصفيات النهائيه بقى، دخلت على دور الثمانيه وضد 4 صعب جدا انك انت كنت تعمل اي نوع من انواع المعالجه اللي ممكن تجي لك طب اسرع. انت وصلت لنهاية البطوله، مش معنى ان وصلت لنهاية البطوله او خدت البطوله ان انا اشوف حاجه كانت مش مظبطه وما تتعملش. كده كان تقريبا كده كنت انا يعني هي كنت هطلبها عشان اشوفها، ودوت اللي انا طلبته فعلا فورا عشان اقدر ابص واقدر افهم الناس بتفكر ازاي، العاملين يعني بيشتغلوا نفس الوقت انا كمان اشوف الصوره كامله، لان بعد كده هقول انا اللي انا كنت شايفه مع المناقشه مع الناس المسؤوله. وزي ما انت قلت احنا كنا مقيدين بالقائمه الافريقيه، وخلاص اتحررنا بقى، اتحررنا دلوقتي من منها. واحنا حقيقه يا سيد هنفتح كل الملفات. زي مثلا الفريق هيحصل له اعاده بناء ان شاء الله في يناير القادم. تدعيمات قويه وضروريه، والحقيقه ده شيء حتمي لازم ان شاء الله. طيب افهم اتفضل يا كابتن. وكمان اعاده هيكله اداره قطاع كره القدم بما يتناسب ومتطلبات مثلا المرحله دي، ده برضو شيء انا شايف اشياء مهمه جدا. انا بدرس هذه الامور، بدرس هذه الامور دلوقتي عشان نشتغل عليها. طيب يعني هاخد الجزء الاولاني، حضرتك قلت يعني ان ده امر حتمي، يعني تدعيم الفريق في شهر يناير اللي احنا فيه. طب سؤال الناس كله مستنيه اجابته من حضرتك، هل التدعيم ده اتجاه مثلا يكون لعيبه مستقبل للنادي الاهلي صغيرين السن، ولا لعيبه عندها الخبره والصفات اللي تناسب الاهلي، وخصوصا واحنا مقبلين على بطوله افريقيه هتنتهي بعد 5 شهور مع بطوله عربيه مع دوري مع كاس مع بطولات يعني مستمره تصل ل6 بطولات يا كابتن محمود، الاتجاه ايه؟ لعيبه صغيره ولا لعيبه عندها خبرات يا كابتن محمود؟ يا ريت يا سيد اجل ده شويه لغايه ما اشوف، تقارير المدير الفني. اوكي. مدير او قائم بحكم مدير الكره والمدرب العام والدكتور والتفريق الدكتور. ليه؟ لان انا مثلا انت عندك اصابات، ترجع لك بعد 2 أو 3 أو 4 الاصابات دي هتقدر يعني تلحقنا نشتغل بيها. عندك رؤيه للجهاز الفني، رؤيته ايه بالنسبه للقطاع؟
اللاعبين الصغيرين اللي عندنا لعيبه صغيرين كويسين، عندنا ناشئ كويس. وانا بقول للناس المستقبل ده ولاد مستقبلهم كويس. هل هو حاطط دماغه يعني حاطين دماغهم الكلام ده ولا لا؟ عشان انا اقدر ابني بعد كده بقى. انا عايز اجل بعد الكلام ده لغايه بس اسمع اشوف التقرير دي، لان انت عندك قطاع ناشئين الحمد لله دلوقتي عندك وانا يمكن حاجه يعني مش عايز اقولها دلوقتي، لكن انا اوريدي طلبت من عادل عبد الرحمن مدرب الناشئ كابتن عادل عبد الرحمن انه يديني تقريره عن الناس اللي عنده بحيث ان انا برضه يكون هضمه للتقارير دي عشان تبقى اثناء المناقشه ابقى شايف مين اللي عندنا يستطيع. لكن انت محتاج يكون عندك نوع من انواع اللعيبه يعني اصحاب الخبرات يعني. تمام. في امور كثيره متشابكه في ده، عشان كده عندك ناشئين كويسين وعندك لازم يكون عندك برضه اصحاب خبرات يكونوا موجودين. ده برضه اسلمني ادرس الموضوع الاول من كل الجوانب عشان لما يبقى في قرار يبقى في قرار برضه عن طريق دراسه شامله. طيب كابتن محمود، يمكن حضرتك ذكرت في سياق الكلام وكان الخبر ده موجود معانا ان التقارير اللي حضرتك قلتها تقارير فنيه وطبيه واداريه، وقلت في وده مهم جدا يوصل للناس ان انت حضرتك قلت كمان حتى لو الاهلي فاز باللقب كان هيبقى فيه كنت يعني هطلب نفس التقارير نفس التقارير دي. طبعا طبعا، لان انا زي ما قلت لك انا كنت شايف حاجات ما كنتش يقدر تخش وتشتغل عليها وانت بتلعب دور 8 ودور الاربعه يعني ما ينفعش، فاهمني؟ هيبقى يسبب نوع من انواع، لكن الحاجات دي احنا متحررين هذا الامر دلوقتي. سواء من القمه الافريقيه محتاج تقدر انك انت تشتغل عليها شويه، رغم ان انت يوم الخميس لازم تضيف ناس. صحيح، القمه الافريقيه يوم الخميس الساعه 12 بالليل لازم تكون متسجله. عشان كده انا يعني الحقيقه انا ان شاء الله انا نازل الاربع عشان اشوف برضه رؤيتهم ايه في هذا الامر ومين الناس الموجوده. طيب وسايبين مكان لدعم ثاني في يناير، لان مش هقدر اضيف حد، لازم اسيب لناير اكتر من مكان على اساس ان انت لما تجيب بقى حد تاني يبقى يكون او حتى حد من الناشئ عندك يستطيع يعني الاعتماد عليه حاليا ان هم كلهم ولاد كويسين، يبقى برضه من عندك اماكن لازم تضيفها في يناير. كلام جميل. طيب ماشي، بص اتفضل يا كابتن، في عندك حاجه تانية ولا انا عايز اقول لك كلمه بس عشان قبل ما اقفل؟ يعني عندي حاجه صغيره بس بعد ما اسمع حضرتك. لا ما انا عايز افهم استف عندك انت الاول. طيب في يعني خساره فريق زي الاهلي مثلا، حاجه طبعا الشعب المصري ب 80% ولا 90% اهلي وبيحب النادي وكل حاجه، رغم ان ده موجود في عالم كره القدم. النهارده برشلونه بيخسر اربعه، وقبل كده احنا خسرنا حتى مع النادي الاهلي في لقب 2007 كابتن محمود هنا مع النجم الساحلي، لكن ده بيدي حتميه لكل واحد بيبقى عنده دور. الناس بتتساءل او انا بتساءل كميه الحزن اللي موجوده في الوقت على الشعب المصري بمختلف ميوله او مختلف اتجاهاته، بتخلي دايما في للاهلي مكانه عند الناس. مهم جدا ان حضرتك توجه رساله للناس في الوقت ده كابتن محمود. لا شوف احيانا يمكن دي برضه اخر حاجه عاوز اقولها قبل ما اقفل معاك. انا زي ما قلت في البدايه انا مقدر جدا حزن الناس وغضبهم، وانا شايف الحقيقه ان حزن وغضب جماهير الاهلي ده شيء بيطمني على النادي. كلام جميل. يا بمعنى زي ما قلت لك انا كنت حزين جدا انا شخصيا. وحزن ده اكتر حزني كان الاكبر يعني الحقيقه يعني كان الاكبر على مشاعر الناس، على مشاعر جمهور النادي. وزي ما انا قلت لك دلوقتي، لكن انا شايف ان حزن الجمهور ده وغضبه ده مع انه صعب قوي ولكن ده شيء بيطمني على النادي. الحقيقه بيطمنا على النادي الاهلي، النادي الاهلي اللي ما بيقبلش ابدا يكون يعني غير رقم واحد، وان شاء الله باذن الله هو ده النادي الاهلي باذن الله. كابتن محمود تجي لنا بالسلامه ان شاء الله الرحمن، ونطمن على حضرتك من خلال التليفون او من خلال الدكتور بكره باذن الله. تجي لنا باذن الله بالف سلامه، والف سلامه مره ثانيه على حضرتك، وبشكر جزيلا او شكرا جزيلا لحضرتك. يمكن دي مكالمة كانت مهمة جدا ان الناس كلها تسمعها، ومهم جدا جدا انها تسمع اسطورة الكرة المصرية واسطورة الكرة الافريقية ورئيس مجلس ادارة النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب بعد